السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطورات مهمة جدا يشهدها العالم بصمت. الإعلام العربي يتعامل مع هذه التطورات بسذاجة، لأنه لا يوجد مثقفين في الإعلام العربي أصحاب قرار حتى يوجهون الرؤية باتجاه هذه التطورات. التطور الذي أريد أن أتحدث عنه هو العلاقة التحالفية والاتفاقيات الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. أستراليا هذه يعني القارة المنسية التي يعني تعتبر أقل بقليل من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة حوالي 10 مليون كيلومتر مربع، أستراليا شيء 7 مليون ونص تقريبا. أهمية أستراليا لا تكمن في مساحتها الجغرافية ولا في عدد سكانها. عدد سكان أستراليا يعني لا يتجاوز 25 مليون نسمة، هي عبارة عن تجمع أقليات مثل إيران، لكن الأقلية الكبرى التي تحكم هي المسيحية البروتستانتية. يعني رغم أن نسبة هؤلاء لا تتجاوز 13% من عدد السكان الإجمالي، إلا أنهم أصحاب سطوة يحكمون البلد ويتحكمون بها لصالح الحلف الأطلسي، لصالح الولايات المتحدة، لصالح بريطانيا وهذا الخط الإمبراطوري المتحالف في هذا العالم. هذه الاتفاقيات الجديدة أول نتيجة من نتائجها كانت وبالا على فرنسا. كان هناك صفقة بين فرنسا وأستراليا تقضي ببيع غواصات تعمل بالطاقة النووية، غواصات فرنسية لصالح أستراليا، بصفقة قيمتها حوالي 31 مليار يورو، يعني حوالي 35 مليار دولار ربما. هذه الصفقة أعلنت أستراليا عن إلغائها، يعني وفروا هذا التحالف الجديد، هذه الاتفاقيات الجديدة وفرت على أستراليا يعني بشحطة قلم 35 مليار دولار، لأن بريطانيا والولايات المتحدة تعهدتا بتزويد أستراليا بإمكانية تصنيع هذه الغواصات ومساعدتها على ذلك. طبعا قبلت أستراليا مقابل ذلك بأن تكون قاعدة عسكرية واستخباراتية وسياسية وإعلامية ضد الصين في مواجهة التمدد الصيني في العالم، وفي مواجهة تضخم الدور الصيني اقتصاديا وأمنيا وإعلاميا في العالم. أستراليا قارة بحجمها، وهي أكبر مساحة جغرافية يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة لمناهضة الصين. قارة بكل معنى الكلمة. يعني تأتي نيوزيلندا في جنوب شرق هذه القارة، بلدا صغيرا لا تؤثر يعني المواقف النيوزيلندية على هذا الاتفاق. هناك مواقف يعني تطالب نيوزيلندا بعدم عبور الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في مياهها الإقليمية. الحقيقة حدث لا يستحق أن نتوقف عنده، لكن ما يهمنا نحن في العالم العربي في هذه الاتفاقية الجديدة هو أولا الغرب بدأت تتشكل فيه تحالفات جديدة. فرنسا بعد إلغاء هذه الصفقة بدأت تتحدث عن ضرورة أن يكون هناك قوة أوروبية تستطيع أن تحمي القارة العجوز، قوة منفصلة عن الاعتماد على حلف الناتو. منذ أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك تململ
في العديد من الدول الأوروبية وتحديدا في فرنسا وألمانيا بهذا الاتجاه. الآن ما يحصل في العلاقة الجديدة مع أستراليا قد عزز هذا التوجه، وهذا في الواقع له بعد ديني وله بعد مذهبي في الديانة المسيحية. يعني بدأنا نرى أن هناك تشكلا جديدا من الدول البروتستانتية أو التي يسيطر عليها البروتستانت، الولايات المتحدة، بريطانيا، نيوزيلندا، في الوسط الآن أستراليا، في مقابل الدول التي يسيطر عليها الكاثوليك، المسيحيين الكاثوليك، هي أوروبا بشكل عام. وهذا يعني بأن الأرثوذكس في روسيا وبعض الدول الأخرى قد حسموا أمرهم بالتحالف مع الصين في تشكيلة حقيقية جديدة في هذا العالم لها أبعاد استراتيجية خطيرة ومهمة. هذه التشكيلة أين نحن العرب منها؟ الدرس الأول أنا برأيي الذي يمكن أن نستفيد منه نحن العرب من هذا التشكل الجديد أو هذه الولادة الجديدة للتحالفات، الدرس الأول هو أن الولايات المتحدة وأوروبا والغرب عموما لم يعد يعتمد على إسرائيل. هناك مؤشرات كثيرة مرت في 20 عاما الماضية تؤكد بأن الغرب لم يعد يعتمد على إسرائيل كجغرافيا أو اقتصاد أو ثكنة عسكرية لمواجهة أعدائه في المنطقة. أصبح الغرب الآن أولا قد تشكلت منه تحالفات جديدة، أصبحت دولة إسرائيل عنصر ثانوي في هذا الصراع الاستراتيجي الذي يخوضه الغرب في سياق محاولته للسيطرة على العالم، وأصبحت الصين الآن العدو الأكثر خطرا والأكثر تهديدا لمصالح هذه الإمبراطوريات المتحالفة. بالتالي أن يكسبوا أستراليا هذه النقطة وعلامة فارقة بالسياسة الاستراتيجية للعالم. ماذا يعني أن إسرائيل لم تعد ذات اهتمام استراتيجي؟ يعني أن الغرب لا يريد إزالة إسرائيل من الوجود ولن يسمح لنا بإزالة إسرائيل، ولكن أصبح أقل تمسكا بإسرائيل كرأس حربة في صراعه ضد العرب والمسلمين في الشرق. هذه نقطة يجب أن تحسب. طيب، في مقابل ذلك نجد أن هناك تباعد بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية رفضت استقبال وزير الدفاع الأمريكي بطريقة مهينة. نجد في المقابل أن هناك تقارب إماراتي بريطاني يتمثل باستثمار أكثر من 13 مليار دولار إماراتي في مشاريع بريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة. هناك إعادة خلط للأوراق في المنطقة، إعادة خلط حقيقية. هناك حديث عن تعاون بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، هناك حديث عن لقاءات سرية وأفكار استراتيجية يتم طرحها منذ عدة أشهر للاستفادة من وجود إسرائيل وقوة إسرائيل في هذا التشكل العالمي الجديد. ربما الدور الذي كانت تلعبه إسرائيل أو الذي وجدت من أجله إسرائيل قبل أكثر من 70 عاما ربما نستطيع أن نغير هذا الدور ويصبح دورا مختلفا. هذه سياسة لا يوجد فيها ثوابت، لا يوجد فيها مقدسات، لا يوجد فيها إلا المصالح. وبالتالي على العقول العربية أن تتحضر لاستيعاب كثير من المتغيرات التي قد تكون مفاجئة للغالبية العظمى، ولكن هذه المتغيرات لا بد منها من أجل تحديد معالم الصراع في المستقبل، ولا بد أن نكون جاهزين وحاضرين
ذهنيا لاستقبال واستقطاب أعداء الماضي. ربما يكون هناك ضرورة لطرح مفاهيم جديدة بالنظر إلى الكثير من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل وروسيا والصين. أين نحن كأمة عربية وإسلامية من هذه التشكلات الجديدة؟ هذه أسئلة كبرى الآن مطروحة بقوة، لعل المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة هذه الأسئلة الكبرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.